السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما دير خير ما يطرى باس، وهذا اللي غنشوفه في قصتنا اليوم. واذا كنتي من عشاق القصص الواقعيه وقصص باخويا، ما تنساش دعمنا بواحد الاشتراك، خلي لنا شي لايك ولا ديسلايك اللي ما عجبكش القصه، وخلي لنا شي تعليق ولا شي نقد بنا. نصليو على النبي ونبداو قصتنا. تيفاني انكول من مواليد 3 ديسمبر 1981 بولاية كالورينا. هاد الشابة عاشت يعني حياة متفرقة ما بين بيت باها وبيت امها، وبما انهم مطلقين يعني بقات ما بين بيت باها وبيت امها، وكذلك تعقدت الاحوال منين امها تزوجات وولدات ولاد اخرين، وكذلك ما كانش متفاهمة مع راجل امها، وهذا اللي خلاها ترجع تسكن مع باها. سكنت معها شي ايامات، ولكن من بعد مشات سكنات مع شي اصدقاء ديالها اللي كانوا اصدقاء السوء. سكنت معهم شي مده، ولكن من بعد ملوا تصرفاتها وطالبوها بالرحيل. اش غدير؟ هنا رجعت سكنت مع الوالد ديالها اللي كان تصاب بمرض السرطان، وقررت باش تجلس معاه يعني تقابله وترعاه. وهنا كذلك فين غتعرف تيفاني على الجيران ديال الاب ديالها اللي هما كارول وجيمس سومنور اللي كيبلغوا 60 سنه. وكارول بما انها حتى هي مصابه بداء السرطان، هذا هو اللي خلى العلاقه تكون مع الاب ديال تيفاني، لانهم عندهم نفس المرض. وهاد كارول وجيمس يعني كانوا كيساعدوا تيفاني لانها كيشوفوها مازال صغيره يعني وما عندهاش خبره في المرض ديال باها. وهنا فين كتوطد العلاقه ما بين تيفاني وكارول وجيمس. وكارول كانت تعتبر يعني تيفاني بحال بنتها، لان تا كارول عندها واحد البنت ولكن ما ساكناش معها، مجوجه وساكنه بوحديتها. ودازت الايام وقروا جيمس وكارول باش ينتقلوا لفلوريدا، لان بسبب المرض اللي عند كارول يعني خاصها تمشي تتبع مع واحد الطبيب تماك فلوريدا. وبداو تبيعوا الاثاث المنزلي ديالهم وكذلك السياره، الى ان السياره شافوا تيفاني يعني باغيها، ولكن تيفاني ما عندهاش المال الكافي باش تخلص داك السياره. وبمحبتهم لها اش غيديروا؟ خلاو لها السياره وقالوا لها يعني ها هي خلصيها بالتقسيط فوق ما كان عندك المال. يعني شوفوا المحبه ديال هاد الناس شنو داروا مع هاد البنت. وفي سنه 2005 دخلت تيفاني في واحد العلاقه مع واحد الشاب اللي الاسم ديالو مايكل، ولكن مايكل كان تيبين لتيفاني بان علاقته معها يعني ماشي جديه، وهو تيحب يعيش حر وما يراقب حتى شي حد ويدير اللي يبغى. ولكن تيفاني بحبها ليه يعني كانت راضيه على داك الشيء اللي كيدير، ويعني على حتى العلاقه اللي غير جديه. ودازت الايام وتوفى الاب ديال تيفاني، وجا سكن معها يعني مايكل، بقى ساكن معها. واحد النهار قرر باش يمشي لفلوريدا عند الصديق ديالو، وبما ان تيفاني سمعت فلوريدا يعني كيما نقولوا رزقت فيه، قال لها فين انا غنمشي عند صاحبي يعني فين غنديك معايا؟ قالت له لا، انا غنمشي عند الجيران ديالنا اللي كانوا ساكنين هنايا حدا يعني حدا الاب ديالها، وراهم عطاوها رقم الهاتف ديالهم وقالوا لها فوق ما توصلي لفلوريدا يعني حاولي تجي عندنا. داكشي اللي سمع مايكل بان ما غتمشيش معاه عند صديقه، يعني غتمشي معاه عند غتمشي معاه لفلوريدا، ولكن هي غتبقى مع الجيران ديالهم. مشاو لفلوريدا، قال لها غنوصلك عند الجيران ونمشي انا عند صاحبي. منين وصلها عندي يعني عند الجيران، هذوك جيمس وكارول ارغموا على مايكل باش يدخل عندهم. المهم دخلوا عندهم ضايفوهم، وهما جالسين تيتعشاو، وهو جيمس يعني راجل كارول بدا كيهضر بان على الاحوال الماديه ديالهم، بانهم هذا الوقت خاصهم على حساب المرض ديال كارول العلاج كيتطلب بزاف المصاريف، ودابا قرروا يبيعوا المنزل ولا البيت اللي في كارولينا يعني اللي حدا البيت ديال تيفاني. وقالوا لتيفاني يعني الا قدرتي تبيعي لنا هذا البيت انت ومايكل عندكم يعني واحد النصيب من الصفقه، يعني كيف كنقولوا غادي يدوروا معاهم يعني عندكم نصيب من هذه الصفقه الا تباع البيت. داكشي اللي وافقت تيفاني وقالت لهم واخا منين نرجعوا لكارولينا غادي نحاولوا نبيعوا البيت. والمهم هو على حساب داك الهضره اللي كان تيقول
بان حتى يعني كيف قلت مصاريف علاج الزوجه ديالو كتطلب الفلوس بزاف، وحتى الفلوس اللي بقات لهم في البنك بقات لهم حوالي 100,000 دولار. المهم داكشي اللي تعشاو وجهزوا غرفه لتيفاني ومايكل باش يباتوا فيها، ولكن مايكل بقى الوقت كامل هو ساكت. هنا فين كتسولو تيفاني اش كاين شتك يعني الوقت كامل وانت غير كتخمم؟ قال لها 100,000 دولار. قلت له فاش كتفكر؟ قال لها تنفكر يعني نستوليو على هاد 100,000 دولار. قلت له ما يمكنش لان فلوسهم في البنكة. قال لها الا درنا شي خطة محكمة غنمشيو عند صاحبي الان وغنديرو شي خطة محكمة اللي تخلينا نستوليو على هاد الفلوس. هنا تيفاني تشجعات وقلت له عندك الحق، هما ناس كبار يعني بارك عليهم من التمتع، حنا اللي مازالين شبان صغار يعني خاصنا نتمتعوا. وداك الشيء اللي اتفقوا عليه، وفي اليوم الموالي مشاو عند صاحبو الان، وكذلك اتصلوا بواحد الصديق اخر اللي هو بروس. وهاد الشباب بربعه يعني الاعمار ديالهم ما كتجاوش ما بين 20 و 25 سنه، يعني تيفاني ومايكل عندهم 25 سنه، وآلان عنده 20 سنة، وبروس عنده 23 سنة. هنا مايكل صاوب واحد الخطة شيطانية، وهو في يوم 6 يوليو سنة 2005 كيمشي وكيكريو واحد السيارة اللي هي مازدا رمادية، يعني يومين على كراء السيارة. في يوم 8 يونيو سنة 2005 يعني صاقوب هما الأربعة في سيارة المازدا، وهما سايقين وصلوا لواحد جهة واحد نقولوا الغابة، وتوقف مايكل. منين توقف مايكل قالوا له علاش توقفتي هنايا؟ قال لهم هنايا بدات الخطة ديالنا. وحل يعني الشنطة ديال السيارة، حل الكوفر وكيجبد أدوات الحفر يعني أربعة البارات، هزوهم ودخلوا لداخل الغابة. وقال لهم هنا بغيت يعني نحفروا حفرة تقريبا ديال 2 متر. منين قالوا له علاش غنحفروا هذه الحفرة؟ قال لهم هذه غير باش غنجيبوهم ونهددوهم باش يعطيونا الكود ديال البطاقه المصرفيه، يعني باش غيجبدوا الفلوس. المهم حفروا، بداو تيحفروا، حفروا الحفره سلاو وانطلقوا. انطلقوا الى حتى وصلوا لحدا واحد المتجر، دخلوا له شراو يعني سكوتش لصاق، وشراو مسدس ديال البلاستيك، يعني الى شفتيه تقول مسدس حقيقي. تجهوا البيت ديال جيمس وكارول. فوقتها كان جيمس وكارول يلا غيوجدوا العشاء باش غيتعشاو، وهما يسمعوا الدقان في الباب. مشات كارول تفتح الباب، هي كتلقى الان. سولته اش كاين؟ قال لها السياره ديالنا يعني عطلانه، والله يخليك بغيت نتصل باش يجيو يديو لي السياره ديالي. شو من ثقه خلاته يدخل، هو دخل موراه بروس، شدوا الباب وجبدوا عليها المسدس. هبط راجلها، قالوا لهم يعني الا ما درتوا لا حركه ولا غوات راه ما غدوز الامور بخير على خير. كتفوهم، شدوا لهم فمهم وشدوا لهم عينهم. هنا فين دخل تيفاني ومايكل. علاش ما دخلوش في الاول؟ لان كارول وجيمس كيعرفوهم، هما تيفاني ومايكل بقاو في السياره يعني حتى دخل الان وبروس. المهم كيف قلت، منين دخل تيفاني ومايكل يعني بداو تيقلبوا، وهنا مايكل تيلقى البطاقه البنكيه وقال لهم باش ينزلوا كارول جيمس، ينزلوهم للكراج ويديروهم في الكوفر ديال السياره ديالهم، يعني في الكوفر ديال السياره ديال جيمس وكارول. داك الشيء اللي داروا، هبطوهم داروهم في الكوفر ديال السياره ديالهم اللي كانت من نوع لينكلون تاون، وركب فيها بروس والان. اما تيفاني ومايكل ركبوا في سياره المازدا وصاقوا بهم الى حتى وصلوا للغابه فين قلت، ووصلوا وداوهم للحفره هنا فين حيدوا لهم الرصاق اللي على عينيهم. وهنا كتكون الصدمه بالنسبه لكارول وجيمس، لانهم كيشوفوا تيفاني ومايكل تما كاينه. هنا فين بدات كارول كتوسل وكترغب تيفاني، وقالت لها يعني نعطيكم اللي بغيتو غير ما تقتلوناش. هنا الشرير مايكل نطق وقال لها حنا بغينا منكم كل شيء، عطيونا الكود ديال البطاقه. هنا كارول وجيمس ما يعني ما عندهم حيله، عطاوه الكود على اساس باش يطلقهم، ولكن الشيطان مايكل صر على قتلهم ودفعوهم يعني في الحفره، وبداو تيرميو عليهم تراب يعني دفنوهم وهما حيين. وصاقوا من بعد
بالسيارة ديال الضحيتين يعني خبعوها في واحد المكان. واللي زاد يعني مرارة من هذا الشيء، هذه القصة بصح ألمتني أنا طبعا ألمتني، اللي زاد مرارة هذا الشيء هو رجعوا للدار وبداوا تيقلبوا فيها. تيفاني خدات المجوهرات ديال كارول كلها، أما الثلاثة الأخرين يعني استولوا على الأجهزة المنزلية كلها الإلكترونية، كل شيء داوه وبداوا تبيعوه قطعة بقطعة، وسحبوا مبلغ 3000 دولار. ومشى مايكل كرا سيارة ليموزين باش يحتفلوا على أنهم رابحين في اليانصيب ولا ما نعرف يعني ما قاتلين حد، ومشاو احتفلوا. نعم سيدي، وعاود من بعد جبد 1000 دولار، وهكا بقى يعني كيتنقل من بنكة لبنكة، كل بنكة تيجبد منها 1000 دولار. هنا كتبان رواندا بنت كارول. هاد رواندا بنت كارول يعني امها كانت تتصل بها تقريبا يوميا، ودابا يعني مدة ما اتصلت بها، وبما انها امها مريضة بقات مقلقة عليها ومشات للدار. مني مشات للدار وصلت للدار، اول ما كتشوف السيارة ما كيناش في الكراج. طلعت للدار الفوق كتلقى كي كنقولوا الدنيا مرونة تما كاينة. اتصلت بالشرطة وقالت لهم شنو كاين، بان على حسب امها وراجل امها بان جات وما لقات لا السيارة ولا يعني الاتات مسروق، كل شيء مسروق في ذاك الدار اغلى. وصلت الشرطة يعني المكان الجريمة، بداو تيحقوا، بداو تيسولوا الجيران، ولكن على حسب الجيران كيف كنعرفوا ذاك المنازل الامريكية لبعد المسافة ما بين الدار والدار، ما سمعوا حاجة ما شافوا حاجة. اش داروا؟ قالوا اول حاجة هو نقلبوا على السيارة، وبداو تيقلبوا بالفعل على السيارة ولقاوها في واحد المكان. ودازت 4 ايام وهنا بدا البحث على الزوجين على اساس بانهم مختفيين. ويعني في النهار الرابع ولا الخامس هو يوصل اتصال للشرطة مع شخص كيدعي بانه هو جيمس، وقال لهم يعني راه وصلني اتصال مع الجار ديالي بان المنزل ديالي تسرق والسيارة ديالي تسرق، دابا هو في خباري وانا راني غادي في رحله مع الزوجه ديالي. كتظنوا هاد البوليسي تيق هاد الهضره؟ لان اللي كيحس بالصوت اللي كيتكلم معاه صوت ديال واحد شاب، ماشي ديال واحد في عمره 60 عام. المهم مشى معاه في الهضره وقال له الزوجه ديالك بخير وعلى خير؟ قال له ايه. قال له بما ان بنتها رواندا راه مقلقه عليها، واش يمكن لك تدوزها لي نتكلم معاها؟ دوزها له تكلم معاها. بدات تتكلم معاه بانها بخير وعلى خير وراها يعني كتمتع بالرحله مع الزوج ديالها، وبما انها يعني مريضه زوجها حس بحالتها شويه فلهذا قرر باش يديها رحله، وبدات كتكح يعني باش تبين له بانها مريضه. وهذا التسجيل تسجيل حقيقي اللي غتسمع دابا. ويعني هذا الاتصال عند مايكل كيف قلت بغى باش يدلل الشرطة شو على غباء فيه. المهم هنا حست الشرطة بأن كاين شي حاجة ماشي هي هذيك. المهم أول ما بدأوا بتقارير البنك، بدأوا كيشوفوا يعني الأموال كتسحب. هنا طلبوا أشرطة الفيديو ديال أي بنكة اللي تسحبت منها الفلوس، وهما يشوفوا واللي يلاحظوا بان شخص واحد هو اللي كيسحب هاد الاموال كلها، وكذلك قدروا باش يشوفوا نوع السياره اللي كيجي بها يعني، ولكن ما قدروش يشوفوا الالواح الرقميه. اش غيديروا؟ اتصلوا يعني بشركه الاتصالات وحاولوا باش يعطيوهم الرقم اللي اتصل بالشرطه، يعني كيف قلت النهار اللي اتصل بمايكل بالشرطه على اساس بانه جي. عطاوهم التقرير ديال الارقام ولا عطاوهم الرقم، ولكن قالوا لهم هذا الرقم يعني ما مسجلش بشي اسم ديال شي واحد، ولكن عطاوهم الارقام اللي اتصل بها هذا الرقم. وهما تيقلبوا تلقاو بان كاينه النمره ديال واحد الكراج اللي كيراء السيارات. مشاو يسولوا يعني صاحب المحل كراء السيارات واش يقدر يقول لهم يعني هذا الرقم واش اتصل به. بالفعل كيلقاو بان صاحب ذاك الرقم كريم عندهم سيارات مازدا، ولكن الاسم ماشي ديال راجل، الاسم ديال بنت اللي هي تيفاني.
ولكن مدير المحل قرر باش يسهل على الشرطة البحث على هذه السيارة، وهو قال لهم بأن هذه السيارة اللي عندنا اللي كان كريو كلهم فيهم نظام تتبع، يعني نظام جي بي اس، إلا وقعت شي حاجة يعني للزبون تيقدروا يحددوا المكان ديالو ويمشيوا عنده. فلهذا قدروا يحددوا المكان ديال المازدا فين كاينه، وهو لقاوها في جنب واحد لوطيل. مشاو داك لوطيل، وصلوا عند موظف الاستقبالات وراوه الصوره ديال مايكل، هو يتعرف عليه، عطاهم رقم الغرفه اللي فين كاين مايكل. مشاو دخلوا عليه كيلقاوهم باربعه جالسين تماك. المهم قادوهم لمركز الشرطه. الان وتيفاني ومايكل ما بغاوش يتكلموا، وبالخصوص الان تيقول لهم ما نتكلم الا بحضور المحامي، ولكن بروس يعني اعترف في الحال، دغيا نهار واعترف في الحال وقال باننا بغينا يعني غير نخلعوهم، ولكن مايكل هو اللي سر على قتلهم. اداهم المكان الحفره اللي دفنوا فيها، ويعني مشاو تحفروا على امل باش يلقاوهم حيين، ولكن للاسف تلقاوهم ميتين وميتين متعانقين. تم اتهام الاربعه يعني بتهمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، ويعني تيفاني بدات تحاول تقول بانها بريئه من هذا الشيء. يعني مايكل اللي كان يرغمها ويبزز عليها هذا الشيء، ولكن الصور اللي مصورين والاحتفال اللي احتفلوا يعني والفرحه اللي فرحانه مجوهرات كارول بينوا بان هاد السيده ما كيسيطر عليها حتى شي حد، يعني تقريبا دارت هاد الشيء لنفسها. وسولها المحامي قال لها يعني منين انت كان مايكل هو اللي تيرغم عليك هاد الشيء، علاش حفرتي معاهم الحفره وعلاش خليتهم يدفعوها فيها؟ وكذلك قال بروس بان تيفاني هي الوحيده اللي كانت محمسه باش يدفنوهم دغيا وتتمتع بالاموال ديالهم، يعني تبتت الجريمه في حقهم. ومايكل وتيفاني والان خداو المؤبد، اما بروس تحكم عليه ب 40 سنه. والان تزوج تماك في الحبس وولد ولد يعني مع واحد الفتاه من برا، يعني اللي ما عجبهاش الوضعيه ديال زوجها وولدها يعني برا، قالت بان صعيب التنقل والزيارات. واش داك اختي تزوجي به ولا بغيتي تزوجي به على الشهره؟ انسان محكوم بمؤبد ونوض انا نتزوج به ونولد معاه باش نخرجه، ما يمكنش. وقصتنا وصلت لهنايا، ونطلبوا من الله ناخذ منها شي عبره، وهو عدم الثقه وعدم البوح قدام اخرين اشنو عندك ولا ما عندكش. يعني الانسان خصو يرد باله لهذه المسائل، وبالخصوص مع الناس الاغراب ولا اللي كان ما بقات ثقه في هذا الوقت. نطلب من الله تكون عجبتكم هذه القصه، استودعكم الله والسلام عليكم.